سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. ان شاء الله اليوم جينا نديرو بيتزا. هاد البيتزا تاع المقله تجيكم سهله، باش السخانه اللي راهي في الصيف تنقصوا شويه ماشي في الفور. ما نبداو المقادير على بركه الله. واش نسحقوا؟ نسحقوا كاس تاع سميد رطب مع زوج كيسان تاع فرينه. هذا الكاس الاول وهذا الكاس الثاني. ونفناكم بالوصفات السهله اللي تجيكم بزاف مليحه. ودوك واش انا حنديرو؟ حنديرو واحدة، زوج، ثلاثة، أربعة مغارف تاع الزيت. درك نديرو الملح هنا في الحوة حسب مغرف صغيرة معمرة. نديرو الخميرة تاع ما نعمروش، أنا خطر في السخانة تاع الخبز. نديرو مغرف تاع سكر مع الخميرة، أنا عارفة باش يتفاعلو. هاد المقادير كما تعرفوا عندكم كامل في الدار ساهلين، ما فيهاش البيض. تخلطوا كامل وتلموا بالمدافي باش يسهل لكم باش تخمر لنا تمتم. ونسحقوا زوج مغارف زبده مع الاخر كي نلموا نعجنوا بهم. لازم تكون شويه جاريه، تعرفوا خلص سميت تمتم بعد يشرب. تلمت دوك نحطوها هكدا. دوك نجيبو هكا زوج ملاعق تاع الزبدة ونعجنوهم بيها غير واحد الخمس دقائق قيس ما تدخل هذيك الزبدة فيها. ونعاودو نولويها، نعجنوها نعاودو نولو. دوك بعد ما تكون هكدا طرية شوفو كيفاه كيدخلو فيها كامل هذيك الزبدة. حطوها هكذا وتخليها تخمن، غطوها بابي فيل ومن بعد ما تخمن نقول لكم لاصوص طوماط وكيفاش نطيبوها. دوكا درنا الزيت شويه والثوم، ديرها غير الملح والفلفل الكحل. نخلوها كي تدبل كامل، حنا ندير بالبراميكسور باش درنا شوية ملح شوية فلفل الكحل هكا نخلوها خلوها حتى تتبان كامل. مالا ما نخسر الحل حنا خسر لنا يخسر لها. معليش نديرها في الطاس نجيب زعما في الميكس. دوكا كي ما نخسر البراميكسير حنديرو هنايا في هذا في الطاس. هايديك دوكا عندنا واجدة بهاد القوام. نسيت باش نقول لكم درناها مغرف طوماطيش تاع الباطا ودرناها شوية سكر. دوك لاصوص ديالنا واجدة نخلوها على جهة. سمحوا لنا شويه الضو ناقص شويه طراو هنا الضو ناقص عندهم. المهم دوكا نقسمتها ربعة خمسة، درت لي ستة خبزات. الكاس شويه كبير اللي عبرت به السميد والفرينه. هامليك هنا كاين الفرماج فرماج الطرشي هنايا درت له شويه ملح الحار اللي يحب. حنا درناها بالطون والزيتون وصوص طوماط. وغادي لهم مثلا نحليرو ما كاش مقله هنا كبيره، ما عندناش مقله كبيره، درت في هذه الحديده تاع التيفال. ولا نتوما تكون عندكم مقله ديروا في المقله. رقوا العجينه كامل خاطر نعرفوا بلي فيها الخميره. دوك تعاود هاي اللي كيما كتشوفوا فيها زيدوا بيدكم نورمال ما تخافوهاش. هكذا نخلوها تاخذ الوجه باش نقلبوها باش نديروا الحشو. كيما تشوفوا دوك نقلبوها هكذا كل لاصوص طوماط. هاهي لاصوص طوماط. وال باش نقول لكم السميد يخليها تجيكم خفيفه بزاف. نعرفوا بلي اصل البيتزا في الحقيقه هي بالسميد.
الحار اختياري خاطر مول هاد الخبزه يحبها بالحار. هذا فرماج بلون اللي تكون عنده المقله يغطي بالبلاصه تاع الدجاج. انا من درتي جناح والفرماج مع الاخر، وخيروا الفرماج يكون مليح، الزيتون بيان سور، ما قلت نزيد طرشي. الطرشي والحار فيهم فيتامين سي هايلين بزاف مليح للصحه ديال الطبيبه. كي تكون اصبر، كي تكون شويه، كي تكون قريب طيب خلاص راهي قريب، ديروا الفرماج غافي. هكذا تخلوها هكذا تحب انت الحار كيما كنت تشوفوا هكذا راهي طابت هاي ديك من تحت. خلاص دوكا واش ندير نحيها. دوك نقسمها ونوريها لكم ونكمل نطيب الاخرين كيما هذه. في الاخير هايدي كيفاش تجيكم، حاجه خفيفه ظريفه على السخانه اللي راهي دوكا باش ما تبقاوش تريحوا بزاف في الكوزينه. شوفوا كيفاه تجيكم معليا، غير نقول لكم ان شاء الله تسيوها، شوفوا من تحت كيفاش تجي وتعطوني رايكم. شنو اللي فيلمي؟ حطي لي ستيكيه معليا، نقول لكم باي باي، صحه حشاتكم.